عطوها حق الزفة هذيك. هلا عطي عطي بابا. شكرا داني، اعطوني تحية قوية لداني. طيب ما باقي؟ ها؟ ناخذ اي صرف انا داني عارفه. عطنا الوصلة بابا، نبي نسمع صوتك بابا. خذ هذا المايك احسن. خبروه اني على وصلة حين وتفارقنا ترى موت يدنا لحبيب يوم روح بسلم يعلم الله تو ما ذقت العنا. خبروه اني على تفارقنا ترى موت يدنا لحبيب يوم روح ما سليت يعلم الله تو ما ذقت العنا. سلام سلام سلام. نسمع الان سلام يا وفاء. طيب الان مع خلود، نسمع خلود وبعدها دانيا. هناك إن قصة بأوجاع اللغات طفل له أحلامه لكنها شتات الخوف في عيونه على طفل كما أطفالنا هم مبتدا آمالنا فلتكن حياتهم بلا مخدرات. طفل كما أطفالنا هم مبتدا آمالنا فلتكن حياتهم سلام يا سلام يا سلام. الله 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 ما شاء الله تبارك الله. ما راح نعلق كثير، نسمع دانيا وبعدها طراد معاكم ومع ابو عمر. يلا. لا تبكي يا صغير لا انظر نحو السماء من قلبك الجهد لا يضيع الأمل جهد معمل. لا تبكي يا صغير لا انظر نحو السماء من قلبك الحرير لا تقطع رجاء إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع الأمل جهد معمل. ألوان طيب طاهرة قوسا وحبا نادرا من أين من قطرات الماء تعاونت قطرات في قلبها نبض نديم بالحياة تناسكت تعاونت كن مثلها تعاونت قطرات في قلبها نبض نديم بالحياة تماسكت تعاونت قل مثلها أما
الألوان. يا سلام يا سلام يا سلام، أعطوني التحية قوية ثانية. آخر واحدة عند ثانية، طبعا عند واحدة ثانية آخر واحدة وبعدين نختم. يلا. Out of thinking all the same, and see the light my submission, and a God of a way. There have the other markets, though we can be done. If you hear me, what I think I've done, there are يا دانيا. طيب ممتاز ممتاز ممتاز. طيب ابو عمر الان بين خلود ودانيا من يبقى مع سعد؟ والله انا اقول بينهم الثلاثه جميع، بينهم الثلاثه جميع، بينهم الثلاثه. طيب طبعا معلش ممكن نتكلم هدوء، ابعد واحد اثنين ثلاثه كلنا ساكتين، واحد اثنين ثلاثه هدوء. يا سلام عليك، ممتازين. طيب ما شاء الله تبارك الله، كلهم اصواتهم جميله، اصواتهم رائعه. جينا لسعد فهو صاحب صوت جميل، ونجينا للاميره خلود فهي صاحبه صوت جميل ايضا، ونجينا للاميره دانيا ايضا صاحبه صوت جميل. صراحه ابدا انا عن صاحبه او صاحب المركز الثالث في هذا التحدي. ألف ألف مبروك لصاحب المركز الثالث أو صاحبة المركز الثالث. طبعاً أنا أبغى المركز الثالث يكون له ثلاث هدايا مو هدية واحدة، معليش ثلاث هدايا. المركز الثاني نبي نعطيه ثلاث هدايا وفوقها 100 ريال. الله 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 الله. زين؟ منهم ولا منك؟ لا مني انا 100 ريال من عندي مو مشكلة. زين؟ المركز الأول مبروك عليه هذا الجهاز. أنا الجهاز بحطه عند أخوي نواف. ألف ألف مبروك للمركز الثالث. نسمع تحية قوية للرائع. إيه هو الرائع؟ نسمع تحية قوية للرائع سعد، سمعنا تحية قوية صاحب المركز الثالث. تفضل. اختار اعطوني تحية. سعد اختار. المركز الثاني ألف ألف مبروك بين اثنين، اللي يقول خلود يقول هي، اللي يقول تاني يقول هي. ألف مبروك. تعالي شوي خلود هنا، أعطوني سعد. سعد والله بعد أداء جميل والله يستاهل بعد 100 ريال. أعطوا سعد، أعطوني سعد. أوه يستاهل. تحية قوية لأبو عمر. سعد تعال تعال تعال. أبو عمر والله بالعافية. وين سعد راح؟ تعال يا سعد. سعد يا سعد. سعد مطلوب حتى ما أخذ البيت من الأول. ألف ألف مبروك برضه لسعد، يستاهل 100 ريال، يستاهل البطل. تعال ارجع ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا. تعال يا سعد. سم الله يحفظك يا بطل، اسمعنا تحية قوية. حلو.
هذه نحطها مع الجائزة صاحب المركز الثاني سمير نواف. ألف ألف مبروك. طبعا ما شاء الله تبارك الله. ثانيا صاحبة صوت جميل جدا وأداءها رائع وصاحبة جواب يسمونه بالصوت جواب، الصوت البعيد الصوت القوي. أيضا الأميرة خلود صاحبة صوت جميل متمكنة أيضا من صوتها وأدائها، وكانت تأدي أريحية ما كانت متوترة ولا كانت خايفة. ألف ألف مبروك وألف ألف مبروك كلكم وصلتوا لهذه المرحلة. هذا أنت دلكم أبطال مثل ما قال أخوي نواف، فعلا اللي يوصل لهالمرحلة صاحب صوت جميل، ولا يا نواف؟ فألف ألف مبروك صاحبة المركز الأول. ألف ألف مبروك. نسمع تحية قوية لصاحبة المركز الأول الفائزة معنا بالجوال. ألف ألف مبروك اسمع تحية قوية وصرخة قوية للأميرة خلود. مبروك يا ماما. ألف ألف مبروك يا ماما. ثانية مبلغ 100 ريال وأربع هدايا. ألف ألف مبروك ما شاء الله تبارك الله. نسمع لهم تحية قوية. ثانية تستاهل، أعطوها تحية.